السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل اكسبورت من الموديل اللي احنا عملناه على الاوبن رود كونسبت ستيشن. اجي هنا تقدر تعمل سيف از للمشروع بتاعك سواء على الكمبيوتر او بروجكت وايز، او ممكن تقول له انا عايز اعمل اكسبورت، فبيقولك احنا هنعمل لك اكسبورت كل الملفات اللي انت عايزها. ممكن نعمل اناليسيس للترافيك اللي هو الفيزم اي ان بي اكس والمايكرو ستيشن والال جي والكوست كونفيجريشن واللاند اكس ام ال والاي ار دي والتي اي ان التضاريس وهكذا. فممكن مره واحده تقول له اكسبورت وتختار انت عايز تعمل اكسبورت فين، وليكن مثلا هنعمل له فولتر في الدي بيم. عندنا فولدر اسمه extensions، هعمل جوه فولدر واسميه open root. اقول select folder، هيبدا يصدر لي كل الملفات ديت الخاصه بالمشروع اللي احنا عملناه مع بعض، وحط لي المسكن بتاع الحاجه اهوت. هاي كل الملفات هي اللي انت ممكن تحتاجها عشان تدخلها على برامج اخرى.